طبعا حاجات يعني احنا في حاجة لأشياء أخرى. يعني الجزيرتين صنافير ديت وتران خدوا وقت مننا قد ايه؟ هي مصرية ولا هي سعودية؟ طيب مصرية ولا سعودية؟ وناس قالت مصرية وناس قالت ايه؟ سعودية. وأفضل أحسن واحد يعني الشيخ مصطفى الفقي يعني حد يمسك العصاية من نص قال قبل المملكية كان السعودية بعد الثورة 1950 بقت مصرية ودلوقتي مش عارفين هي مصرية ولا سعودية. الطريقة الأهمية لإحياء آثار السلف الصالح. ويمكن أول ناس كلموا عن السلف الصالح دول هم الطرق الصوفية. إنما الصالح ده إنهي. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال خير القرون قرني والقرن الذي يليه والقرن الذي يعني ثلاث قرون الأولى هم دول السلف الصالح. ما جيش أخذ ابن تيمية في القرن السابع وابدا سلف صالح. ما جيش أخذ ابن عبد الوهاب في القرن الـ11 وابدا عليه سلف صالح.